السلام عليكم حبيباتي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي. مرحبا بكم مره اخرى في قناه مفتاح الخيرات. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه، كيراتين للشعر، سهله وكاينه في اي دار غتلقاو فيها هاد المواد وهاد العناصر اللي غادي نذكر لكم دابا. هي كتصلح الشعر اللي عنده داك الجفاف ديال الشعر، التقصف، وملي عديريها يعطيك واحد اللمعان. الناس اللي عندهم داك الزغبه الناشفه مع المداومه راه غادي يولي شعرك رطيطب وزويون. مع انه انا عطيت وصفات اللي تطوي الشعر عندي في القناه، ديال المخ العظم، ديال البقري، ديال اللوز الحلو مع الزعفران، وا 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 وا. هذه ديال اللي كترطب الشعر، كيراتين ديال الشعر، وفي نفس الوقت كتعالج هذاك التساقط، وفي نفس الوقت يبدا يطول لك شعرك. كل ما ديريها تحسي بداك التحسن في شعرك، وكاين داك التحسن حتى في الزغبه، ولات احسن من الاول. هاد الوصفه البنات كما قلنا ملي غادي تبغوا ديروها، كل ما تبغوا ديروها البنات خاصكم ديروا الوصفه جديده، ماشي ديروا بزاف وتحطوها في الثلاجه وكل مره تهزوا منها، لا، فيما تبغيوها سهله، هي ماهله، ما تاخذش من وقتكم، يمكن جوج دقائق غادي تكوني انت مساليه الوصفه وديريها لشعرك ومساليه. ملي غتبغي ديري هذه الوصفه ديريها من الجذور ديال الشعر، وديري الزغبه كامله، تفرقي شعرك قطع قطع قطع، وتبداي ديري بشويه خصلات 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 من الجذع حتى الشعر، حتى هذوك الشعيرات اللي تحت، يعني الشعر كامل مع الجذور مع كل شيء. وغادي نبدا لكم الوصفه اللي هي غتخليها ساعات المكانه وعاد الدوشي. وغادي نبدا لكم الوصفه اللي هي البنات كتكون من البنان. البنات البنان غتقولوا لي علاش كحل؟ انايا كنجيبو ملي كنبغي ندير الوصفه كنحيد منه شي بنانات وكنخليهم في حد الجهه حتى تيوليو هكا كحلين، حتى تيوليو هكا كحلين باش نستافد منها. انا ما كان الوصفه ما خاصهاش دار ليها داك البنان الجديد او البنان اللي باقي فريش، لا، خاصو يدار ليها البنان اللي غادي يبقى حتى الجلده ديالها تكحل عاده باش ديريها. عندك بنانه وحده كافيه، تكون حجم كبير تكون حجم صغير، المهم بنانه وحده كافيه، ولو انه هي الجلده ديالها راه كحله كما كتشوف فيه، ولكن راه من الداخل بيضاء. بنانه وحده غتقطعيها هي الاولى، توجديها ديرها في طبيسيل، تاخدي 4 المعالق كبار، غادي نقيسو بالمعلقه الكبيره. ناخذوا 4 المعالق كبار ديال الحليب، كامل الدسم، وعناخذوا 4 المعالق ديال الزيت العود كبار، حتى هما نضيفوهم على داك الحليب، على داك البان اللي قطعنا. 4 المعالق ديال زيت العود اللي هو زيت الزيتون، ونضيفوا عليه 4 المعالق هذا راه الزيت ديال الجنجلان، هذا الزيت ديال الجنجلان اللي هو زيت السمسم، ناخذ منه حتى هويا 4 ديال المعالق كبار من هذا الحجم، ونضيفوا على هذيك البنانه اللي قطعنا واللي ضفنا عليها 4 المعالق ديال الحليب كامل الدسم، وضفنا على هذيك البنانه المقطعه 4 المعالق ديال الزيت العود اللي هو زيت الزيتون، 4 المعالق كبار، ونضيفوا عليها اخر عنصر اللي هو 4 المعالق ديال زيت السمسم اللي هو زيت الجنجلان. سيروا عند شي عطار او هذوك اللي كيطحنوا في الزنقه، قولي يطحن لك قدامك الزيت ديال السمسم اللي هو ديال الجنجلان، هو اللي غادي ديري، يعني ما تشريش يعني يكون مصوب ومسدود في القرعه، لا، سيري حداه
وقفي عليه يطحن لك قدام عينك، وعاده جيبي هاد القريعه كبيره صغيره انت، الا جبتيها كبيره ردي لك شحال. وغادي تضيفي هذاك المكونات اللي قلنا، الحليب 4 معالق حليب، 4 معالق زيت العود، 4 معالق و4 معالق ديال زيت الشنجلان. عدي فيهم على ديك البنان المقطع وعديريهم في المولينيكس، وغادي تضربي كل شيء، عتضربي كل شيء كل شيء كل شيء، عتضربيه. وملي غادي تضربيه انايا وجدته، ما بغيتش نطحنوا قدامكم في المولينيكس، غادي يصدع لكم غير راسكم. راكم عارفين كيفاش غديروا كل شيء، المكونات تخلطوهم في المولينيكس حتى يولي لكم بحال الكريم. انا موجده لكم، ها هو شتي كدايا، هذا هو الخليط اللي استخلصته من هذيك البنانه اللي خليتها تا الجلده ديالها كحالت. وزدت على 4 معالق ديال الحليب كبار، 4 معالق كبار ديال زيت العود، و 4 معالق ديال زيت الجنجلان اللي هو السمسم، وطحنت كل شيء في المولينيكس وعطاني هذا الخليط. وغادي ديريه لشعرك، ديري لشعرك حبوباتي، غادي تخليه ساعات المكانه كما قلت لكم في اول فيديو، يعني ديروا الشعر كامل من الجدر حتى للزغبه الاخرانيه اللي في شعرك، في الطول ديال شعرك. غادي تشوفي شعرك غادي يبدا يتعالج، غتشوفي بانه ولا رطب، غتشوفي بانه الشعر ديالك هذاك التساقط شويه بشويه 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 غيبدا يتنقص. الى عندكم الوقت ديروا 2 مرات في السيمانه، راه مزيان يعطيكم واحد النتيجه روعه. ولا ما عندكمش الوقت ديروه مره في السيمانه، راه كافيه حتى هي غادي تعطيكم النتيجه. قد ما درتي 2 مرات في السيمانه قد ما كتكون النتيجه افضل، حتى مره في السيمانه كتكون افضل وكتشوفي النتيجه من اول استعمال. غير هي اللي درتي 2 مرات في السيمانه مزيان، الا درتي مره في السيمانه وما عندكمش الوقت مره في السيمانه حتى هي مزيان. هاد الكيراتين اللي ذكرت لكم، مع انه كما قلت لكم راني حاطه فيديوهات ديال تطويل الشعر، المخ ديال العظم، وزيت اللوز الحلو مع الزعفران، راه في الفيديوهات في القناه ديالي. وهذا كيراتين وكيصلح للتساقط، غادي يعطيك واحد اللمعه. والناس اللي كيعانيو ما كيطولش لهم شعرهم، والناس اللي عندهم داك النشوفيه والجفاف ديال الشعر وبالسبايغ ومهلوك، غير جربي هاد الوصفه اللي عطيتك اليوم وما غاديش تندمي، راه غزاله وساعات المكانه. ديريه وسيري دوشي وحيدي داك الشيء اللي في شعرك، وغادي تشوفي كيفاش غادي يولي شعرك مع المده. وهاد الوصفات اللي كنعطيكم راها بسيطه، وهاد المكونات اللي عطيتكم اليوم راها كاينه في اي دار، يعني الحمد لله هاد الشيء ما كنستغناوش عليه في الدار، يعني بحال الحليب، زيت العود، الزيوت ديال الشعر، البنان، بحال الديسير ديما كاين عندنا في الدار. يعني حاولوا تستافدوا منه، وملي يبقى لكم حد شويه من هاد الوصفه اللي عطيتكم اللي ديال الشعر، هذاك الشيء اللي غيبقى ديريه لوجهك وديريه ليدك. ديري لوجهك ما تقربيش عند عينك، ديري لوجهك كامل وديريه ليدك، وخليه حتى ينشف اللي في وجهك واللي في ليدك وغسليهم. وبالنسبه للشعر خليه ساعات المكانه، وديك الساعه سيري دوشي وغادي تشوفي النتيجه بعينيك، كي يرد الوجه هكا فني. وانت انتما راك عارفين البنات البنان لاش كيصلاحوا، والزيت اللوز والزيت سمحي لي الزيت الجنجلان والزيت العود والحليب، يعني هاد كلهم فوائد وغزالين للبشره. ملي ديري هاد الكيراتين للشعر ديالك ديريه ماسك كوم بحال ماسك للشعر، غادي داكشي اللي بقالك غديريه لوجهك وديريه ليدك
وجهك، خلي وجهك تينشف وغسليه، ويدك حتى هما تينشفوا وغسليهم. هذاك الشيء ديما اللي بقى لك من هاد الوصفه ديريه لوجهك ويدك، راه غزال. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا مني في هاد الوصفه. انا مجرباها، ما جيتش وحطيتها لكم هكاك، كنديرها ومجرباها وجربتها، وملي وافقتني بقيت كنديرها، وقررت اليوم باش نحطها في القناه ونحطها فيديو ليكم باش تستافدوا منها. راها زوينه، غير جربوها وما غاديش تخسروا والو. الحمد لله كلها مواد طبيعيه، حتى حاجه ما كدر، حتى حاجه ما تجيب لك شي نتيجه خايبه، حتى حاجه ما غادي تجيب لك شي نتيجه سلبيه، كلشي المواد الطبيعيه اللي ذكرت لكم. ومبروك عليكم رمضان، وان شاء الله بتيسير. الصحه اهم حاجه، والرزق، وراحه البال، والاطمئنان. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه وفعل الجرس، الناس اللي جداد باش يوصلهم كل جديد، ولي لايك البنات، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم، ما تنسونيش اشتراكاتكم ولي لايك ديالكم فضلا وليس أمرا. مع السلامة.